السلام عليكم باشمهندسين. النهارده ان شاء الله هناخد المحاضره الثانيه من دبلومه مايكروسوفت اوفيس. اول حاجه كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده على الجميع ان شاء الله. هناخد محاضره النهارده. بدايه كده فتحنا برنامج الوورد وعرفنا استعمال قائمه فايل اللي هو الهوم والنيو والاوبن. سريعا كده اللي هو الهوم انا قلت بعمل منه ايه؟ بعرف منه اللي هو التمبلت. انا عندي تمبلت او نماذج جاهزه عندي ممكن اشتغل عليها. تمام، ممكن ادوس مور تمبلت وهتظهر لي نماذج كتيره. اختار النموذج اللي انا عايزه، يا اما عن طريق بختار من هنا البيزنس او الكارد او الفلاير او الليتر ايا كان اللي انا عايز اختاره، يا اما ببحث من هنا اونلاين. تمام، اخذنا بعد كده نيو اللي هو ازاي اعمل دوكمنت جديد من اللي هو بدوس نيو. بعد كده بلانك دوكمنت هيفتح لي صفحه وورد دي. اوبن لو انا عندي ملفات على الجهاز وعايز افتحها من اوبن. بعد كده براوز استعراض. شباب اللي فتح الشير سكرين عنده اقفله، فبدوس على اوبن فتح ملفات موجوده عندي داخل الجهاز. بعد كده براوز، بعد كده بختار الملف اللي انا عايزه. فتحت ده ايا كان الملف اللي هفتحه. بعد كده قلنا اللي هو انفو. انفو اللي هي انفورميشن، معلومات فيها المعلومات الخاصه بملف الوورد عندي اللي هو السايز الحجم، البيجز اللي هو عدد الصفحات. استاذ احمد حجاز اتفضل. استاذ احمد حجازي رفع ايده اتفضل. طيب هو الصوت واضح بالنسبه للناس ولا لا؟ صوت تمام يا باشمهندس. تمام، السايز اللي هو حجم الملف اللي عندي. بعد كده البيجز عدد الصفحات بتاعه الملف اللي انا فاتحه. الوردز اللي هو الكلمات، كم كلمه كتبتها في ملف الوورد. بعد كده التوتال اديتنج تايم، انا اخدت قد ايه وقت فيه. بعد كده التايتل اللي هو عنوان الملف وهكذا. كنت بدوس على حاجه اسمها بروتكت دوكمنت. بعد كده بدوس على حاجه اسمها انكريبت ويز باسورد. بكتب الباسورد اللي انا عايزه، وعلشان يتم تفعيل الباسورد لابد من اغلاق ملف الوورد وتشغيله مره اخرى. يعني انا بقفل الملف وشغله مره ثانيه. بعد كده عرفنا الفرق ما بين السيف والسيف از. السيف حفظ ملف لاول مره، اما السيف از حفظ ملف بعد التعديل. حفظ ملف بعد التعديل، او احفظه كصيغه ثانيه. يعني مثلا الملف اللي عندي من سيف از براوس عايز احفظه كبي دي اف، بغيره من السيف ستايل الصيغه اللي انا عايزها. تمام، بعد كده عرفنا اللي هو البرنت الطباعه، وعرفنا كوبيز اللي هو عدد النسخ اللي انا عايز اطبعها، وعرفنا هنا اللي هو الطبعه المتعرفه عندك على الجهاز. بعد كده عرفنا من السيتنج اللي هو الاعدادات، عرفنا حاجه اسمها اول حاجه خالص برنت اول بيجز، طباعه كل الصفحات بتاعت المستند. يا اما برنت سيلكشن لو انا عندي مثلا ملف وورد رحت حددت منه مثلا بعض الجمل فقط، فانا عايز اطبع الجمل دي بس، فبعمل برنت سيلكشن. بعد كده برنت كرنت بيج، طباعه الصفحه الحاليه، الصفحه اللي انا واقف عليها. يعني مثلا انا عندي من الصفحه رقم 1 للصفحه رقم 10، انا وقفت على الصفحه رقم 8، فلو دوست برنت كرنت بيج هيطبع لي الصفحه رقم 8 فقط. بعد كده الكاستم برنت، كاستم اللي هو طباعه التخصيص. يعني انا مثلا دوست اللي هو كاستم برنت، فتحت معايا خانه صغيره اسمها بيجز، بحدد مثلا لو عندي 10 صفحات مثلا رقم 3 للصفحه رقم 8، بكتب انا من 3 ل 8. وبعد كده بدوس برنت. بعد كده عرفنا اللي هو البرنت وان سيدد وبرنت بوث سيدد. برنت وان سيدد اللي هو طباعه وجه فقط اللي هو الوش،
لو انا عندي مثلا 10 صفحات عايز اطبعها وش بس مش وش وظهر، تمام؟ فبدوس على برنت وان سيتي. لو عايز اطبع وش وظهر او امامي وخلفي بدوس على برنت بوث سيتي. بعد كده كوليتد وان كوليتد، يعني مرتبه وغير مرتبه. مرتبه زي ما قلنا احنا مثلا انا عندي 10 صفحات وورد عايز اطبع منها النسخ تطبع لي مرتبه. ازاي مرتبه؟ يعني اطبع لي مثلا من 1 ل 10 كده نسخه، بعد كده يدخل على النسخه الثانيه من 1 ل 10، بعد كده النسخه الثالثه لحد نوصل للنسخه رقم. انكوليتد من واخدين بالكم مكتوب 1 1 1 2 2 2 3 3 3، يعني انا محدد هنا عدد النسخ فوق 10 نسخ، معناه ان هو هيجي على الصفحه الاولى هيطبع لي منها 10 نسخ، يخلص منها يدخل على الصفحه الثانيه يطبع لي 10 نسخ، يطبع لي صفحه صفحه بعدد النسخ اللي انا محددها فوق، تمام؟ بعد كده اورينتيشن اللي هو اتجاه الصفحه. الاتجاه يا اما بورتريت اللي هو العمودي، يا اما اللاندسكيب اللي هو الرأس. واخدين بالكم؟ الحجم بتاع الصفحه اللي هو الليتر، بختار الحجم اللي انا عايزه A4 ايا كان الحجم اللي انا عايزه اهو. بعد كده المارجنز اللي هو الحدود، الحدود او الهوامش بتاعت الصفحه دي هوامش جاهزه، انا مش عايز الهوامش الجاهزه دي، فبدوس على كاستم مارجنز بحدد من هنا الهوامش اللي انا عايزها بالتوب. اشوف عايز احط المقاس بتاعه. البوتوم نفس الحكايه، الليفت برضو والرايت. بعد كده الجيتر والجيتر بوزيشن. الجيتر اللي هو جزء التكعيب، يعني مثلا انا الجيتر عايز اخليه واخدين بالكم من المربعات الصغيره من الجنب دي، ده اسمه الجيتر اللي هو جزء التكعيب. عايز اخليه ليفت، عايز اخليه رايت اهو، عايز اخليه توب من فوق يتغير زي ما انا عايزه. اورينتيشن اللي هو زي ما قلنا الاتجاه اللي هو العمودي اللي هو العمود او الراسي والافقي. وزي ما قلنا اللي هو التنسيقات اللي انا عملتها عايز اطبقها مثلا على النورمال اللي هو عالي، يا اما مثلا على الميرور. ميرور يعمل لي من الصفحه اللي عندي نفس الصفحه هي يعمل لك منها نسخه ثانيه شبهها بكل حاجه، تمام؟ اللي رفع ايده ممكن يتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامة يا باشمهندس، شفاك الله وعافاك. كنا حضرتك عايزين نستكمل طريقة عمل الإيميل على المايكروسوفت، وإيه الاستفادة من هذا الإيميل، يعني نكمل إحنا نعمله إزاي والاستفادة منه إيه بعد إذن. تمام حاضر ماشي. طيب صوته واضح كده؟ الصوت مناسب كده للناس؟ تمام هلا. تمام تمام نكمل. بعد كده زي ما قلنا المالتبلاي بيجز اللي هو صفحات متعدده، عايز اعمل ليها مرايه، عايز اعمل مثلا صفحتين في شيت واحد، عايز اعمل حاجه اسمها البوك فولد. البوك فولد اللي هو لو في جزء اللي هو ايه، الناس لو بتلاحظ في الكتاب نفسه، الكتاب فيه جزء ما بين الصفحه الاماميه والصفحه الخلفيه، جزء في النص كده عامل زي جزء التكعيب كده، تمام؟ هو ده اسمه البوك فولد، تمام؟ اللي هي متحكمه في الاغلاق والفتح بتاع الكتاب. ريفرس انا فتح لي قائمه تانية اللي هو عايز اطبقها على كله، على ولا على
أربع صفحات ولا 8 ولا 12، شوف اللي أنا عايزه. بعد كده في حاجة اسمها وان بيج بير شيت، معناها إن صفحة واحدة في الشيت. تو بيج بير شيت معناها، معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده إن أنا بعمل صفحة واحدة في الشيت كطباعة. لو عايز أخلي مثلا الصفحة دي فيها مقسومة لنصين، يعني الشيت عايز أطبع مثلا في كل صفحة أطبع صفحتين نفس الشكل اللي ظاهر قدامكم ده، عايز أطبع أربع صفحات في صفحة واحدة كطباعة وهكذا. بعد كده عرفنا الشير، لو عايز ابعت الملف نفسه ابعته عن طريق الايميل، او لو عايز في مثلا برزنتيشن او محاضره اونلاين ممكن اعمل شير للملف نفسه. قلنا اكسبورت لو انا مثلا في السيف از ما عنديش حفظ بصيغه مثلا دي ايه اللي هو تصدير، بدوس تشينج فايل تايب سيف از، بختار الصيغه اللي انا عايزها من الاكسبورت، بختار اللي هو كرييت بي دي اف. ادي كرييت بي دي اف بيفتح لي حتى صيغه واحده بس اللي هو البي دي اف. بعد كده كلوز قلنا اللي هو اغلاق، الاغلاق الجزئي بيغلق لي صفحه العمل نفسه، مش اغلاق الملف، لا الصفحه انا شغال عليها بس يقفلها. بعد كده الاكونت اللي احنا هنشرحه النهارده، اللي هو ازاي اعمل اللي هو الايميل، الايميل على مايكروسوفت وعلى وان درايف. انا مثلا شغال على ملف عايز احفظه على ايميل مايكروسوفت، ف احفظه عن طريق الاكونت، بدوس على حاجه اسمها ساين ان. انا مثلا ما عنديش ايميل هنا على مايكروسوفت، بدوس على كرييت وان. كريت اكونت، ناس تكتب ليه عايز تعمله ايا كان، ايميل هو ياهو جيميل اوتلوك. ادوس على نيكست، بيقول لي انا الايميل ده مستعمله قبل كده، فالناس تحاول تجرب مثلا ايميل تاني، كل الناس تحاول تجرب الملاد، ما تكونش عملت بيه اي حاجه قبل كده. بدوس على نيكست، بعد ما بدوس على نيكست بيظهر لي اللي هو الباسورد. تمام، الناس معايا؟ الناس معايا؟ طيب سريعا كده الناس، هنبص على عشان انا عامل اكونت على ال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كنت من المستحسنين وتزوج 10 فمن الضروري أن يصيح لربي دخول استخدام إذا كان لديك كمية الناس. اذهب إلى الإعدادات ثم اذهب إلى الحسابات ثم اضغط هنا تسجيل الدخول لاستخدام حساب مايكروسوفت ثم اضغط هنا إنشاء حساب. إذا كان لديك إيميل فقم بإدخاله في هذه القناة.
وإذا كنت لا تمتلك إيميل فاضغط هنا الحصول على عنوان بريد إلكتروني جديد، وقم بعدها بإدخال أي اسم متاح. مثلا بعدها قم بكتابة كلمة مرور خاصة بك، بعدها قم باختيار أي دولة تريد، بعدها قم بإدخال تاريخ ميلادك، بعد أن تنتهي من إدخال بياناتك قم بالضغط على التالي، بعدها قم بإدخال رقم هاتفك، وإذا كنت لا تريد أن تقوم بإدخال رقمك اختر هذا الخيار إضافة بريد إلكتروني بديل، وقم بإدخال عنوان البريد الإلكتروني الذي تريده أو البديل. هذه الخطوة مهمة جدا لأن هذا سوف يساعدك على استعادة كلمة السر الخاصة بك أو تغييرها إذا نسيتها. بعد أن تقوم بكتابة الإيميل البديل اضغط على التالي ثم اضغط على تالي، بعدها قم بإدخال كلمة المرور، وإذا لم يكن لديك كلمة مرور فاضغط على التالي. لا حاجة لي أن تكمل هذه الخطوة، فقد تم الإنشاء بدونها. اضغط ولما ألتقت من شهادة مايكروسوفت وربطه بويندوز 10، وسوف أستعرض لكم في فيديو قادم. بالضبط، أو ممكن ندخل عن طريق الرابط ده، يعني نبعته وندخل على ساين ان. هو نفس اللي عمله على الويندوز انا هعمله، بدخل على جوجل بعد كده بكتب مايكروسوفت اوفيس اكونت، هبعت لكم الرابط بتاع مايكروسوفت اوفيس، بدوس كرييت وان، بكتب اللي انا عايزه. لو انا مثلا مش عندي ايميل او اي حاجه بدوس على حاجه اسمها جيت نيو ايميل ادريس، فاكتب هنا مثلا الايميل ادريس اللي انا عايزه. هو كاتب لك هنا اوت لوك جاهز اهو، اما عايز هوت ميل. حلو كده، هننشئ واحد مع بعض. بدوس نيكس، يقول لك هو ده مستعمل قبل كده، فبغير خليه مثلا بعد كده ادخل الباسورد اللي انا عايزه مثلا. حلو كده، ادوس نيكست. نختار الباسورد، ناس تحاول تدخل باسورد يكون مناسب. نكست، تمام. بعد كده بكتب الكلمة اللي عندي اللي هو البي اكس والام، وكله كابتن بي اكس ام اس 5 دي كيو في. Thank you.
فهو كده تم إنشاء إيميل مايكروسوفت. من هنا أحط الاسم اللي أنا عايزه، حلو كده، أحط هنا الصورة اللي أنا عايزها، آد بيكشرز، أدوس الآد، بختار الصورة اللي أنا عايزها، برجع تاني. أنا هاي عندي إنجلش، لغة البلد ايجيبت، ده الايميل بتاعي. عايز احط اسم، بدوس على اد نيم، بكتب الاسم فيرست نيم ولاست نيم، بكتب اللي هو ده، وبعد كده ادوس سيف. تمام، بس دي الصفحه بتاعت الايميل بتاعي بتاعت مايكروسوفت اللي انا عملته. لو عايز اغير البريد الالكتروني ده، بغيره عن طريق change your microsoft account email address. عايز اعمل له حمايه من بروتكت، من 2010 لحد 2019، بس يعني يا ريت الناس ما تستعملش الاصدارات اللي قبل كده، لان اغلب الاوامر اللي في 2007 2003 2097 و2000 و2003 تمام و2007، تلاقوا اغلب الاوامر فيهم مش موجوده اصلا، هم نسخ قديمه خالص. فالناس كلها بتشتغل من 2010 لحد 2019. 2010 متاح معاك، 2013 متاح معاك، 2016 متاح، 2019 متاح. الناس فهمت ازاي تنشئ ايميل مايكروسوفت؟ الناس انشأت. ندخل على حاجة تاني، بعد ما انشأنا الايميل عادي بدوس على ساين ان، بكتب الايميل اللي انا انشأته، ودوس على نيكست. ندخل الباسورد، حلو كده ظهر عندي الاكونت اللي انا عامله. حتى لو رجعنا هتلاقي اهو الاكونت ظهر من فوق، معناه ان انا كل شغل اللي انا هعمله دلوقتي على الملف هيكون محفوظ في الاكونت بتاعي. عايز اقفل الاكونت ده، بعمل ساين اوت، بدوس عليه وبعمل ساين اوت. Yes. تمام، بعد كده هدخل على الاوبشن، او قبل ما ادخل على الاوبشن هدخل على الهوم، عندي اسمها ريسنت. ريسنت اللي هو اخر ملفات انا فتحتها على ملف الوورد، اهي اخر ملفات انا فتحتها. ندخل على الاوبشن،
أول حاجة جنرال، اللي هو عام. جنرال احنا خدنا منها اللي انا ممكن اغير شكل برنامج نفسه بتاع الوورد. من هنا مثلا كلر الاوفيس سيم، اخترت مثلا الدارك جراي، ادوس اوكي، ادي اتغير، اتغير معايا. من هنا اخليه بعد كده زي ما قلنا اليوزر نيم، اليوزر نيم اللي هو حقوق الطبع والنشر، تمام؟ بمعنى ان انا مثلا عملت يوزر نيم، بطلع الملف بره، لما بقف عند الملف بيظهر لي هنا حاجه اسمها التايب والاسر والسايز والديت موديفايد. التايب اللي هو نوع الملف نفسه، ده ايه اصلا، ملف وورد ولا اكسل ولا باوربوينت ولا ايه بالظبط. الاسر هنعرفها، السايز اللي هو حجم الملف، الديت موديفايد اخر تحديث للملف اللي عندي. اليوزر نيم اللي انا بكتبه هيظهر لي مكان الاسر اللي هو المؤلف، مكان الاسر. بس الشرط لازم ان انا اعمل اليوزر نيم اول ما افتح الملف على طول، بمعنى ملف جديد لسه ما عملتش عليه اي حاجه، مش مثلا اخلص شغل عليه وفي الاخر اروح اعمل اليوزر نيم، مش هيشتغل معاك اي حاجه خالص. اول ما تفتح الملف نفسه هتروح على فايل، ثم اوبشن، ثم اليوزر نيم، تكتب الاسم اللي انت عايزه، يعني حاجه تحفظ لك حقوق طبع ونشر بالنسبه ليك. بعد كده دخلنا على حاجه اسمها سيف. عرفنا ان انا من هنا بحدد مده الحفظ التلقائي، سيف اوتو ريكفر، تمام؟ وعرفنا من هنا اوتو ريكفر فايل لوكيشن اللي هو موقع الحفظ التلقائي. يعني انا مثلا عملت حفظ تلقائي كل 10 دقائق، الحفظ التلقائي ده كل 10 دقائق يتحفظ لي فين؟ هنا في الاوتو ريكفر فايل لوكيشن. ادي الموقع معمول، عايز احدده في مكان تاني وادوس على براوس اللي هو استعراض، واختار مكان الحفظ الافتراضي اللي انا عايزه. بعد كده في حاجه اسمها ديفولت لوكال فايل لوكيشن. اللي هو الديفولت فايل لوكيشن؟ اللي هو موقع حفظ الملف الاصلي. يعني انا اشتغلت على ملف، تمام، الموقع نفسه اللي احفظ عليه الملف اللي انا شغال عليه هيكون فين؟ برضه اهو انا هحدد من براوس اللي انا عايز احفظ فيه. فالفرق ما بين الاوتو ريكفر فايل لوكيشن والديفولت فايل لوكيشن ان ده بيحفظ لي موقع الحفظ الافتراضي اللي انا محدد ليه مده، اما هنا موقع حفظ الملف الاصلي نفسه بتاعي. بعد كده دخلنا لحاجه اسمها لانجوج، اللي هو لغه البرنامج، اللي فوق اللي هو الانسيرت والهوم والديزاين واللي اوت والريفرنس. الناس معايا؟ صوت واصل للناس؟ صوت يواصل للناس؟ تمام. نكمل. التابات اللي عندي اللي فوق دي، تمام، بدل ما هي معموله بالانجليزي عايز اخليها بالعربي، تمام. فانا بحدد هنا اللغة الإنجليزية انجلش مثلا، باجي تحت بحدد انجلش برضو، بس أول ما أحدد فوق انجلش بدوس على حاجة اسمها set as preferred، يعني تعيين كافتراضي، وباجي على تحت بدوس انجليزي set as preferred، يعني تعيين كافتراضي، تمام؟ هو أصلا معمول لها preferred عشان كده مش مفعلة معايا. فأنا لازم فوق تكون مثلا اللغة اللي فوق نفس اللغة اللي تحت، عشان يغير التابات، لغه التابات اللي فوق لازم الاثنين يبقوا نفس اللغه، يعني انجليزي وانجليزي، عربي وعربي. فانا هنا ليه مش محطوط عندي عربي؟ ان الجهاز نفسه مش متعرف عليه اللغه العربيه، الجهاز نفسه مش متعرف عليه اللغه العربيه. اللي رفع ايده يتفضل يسال.
رفع ايده اتفضل يسأل. لو سمحت، هو ايه الفرق بين اللي فوق واللي تحت؟ اللانجوج اللي فوق واللانجوج اللي تحت. حلو. الفرق من لو نلاحظ فوق خالص في حاجه اسمها اوفيس ديسبلاي لانجوج، اللغه الاساسيه الخاصه بالبرنامج، دي اللغه الاساسيه تمام، اللي انا اصلا المفروض افتح البرنامج الاقي اللغه الاساسيه مثلا انجليزي او عربي. تحت اللي هو اللغه يعني زي الحاجه اللي هي المشاركه، يعني زي اللغه المساعده، لازم يكون في لغه مساعده تمام. فاللغه المساعده دي لازم تكون نفس اللغه الاساسيه اللي فوق بتاعه البرنامج. حلو كده. فاللي فوق دي اللي هي اللغه الاساسيه، واللي تحت اللغه المساعده ليها، الاثنين لازم يكونوا نفس اللغه علشان يغير لي التابات اللي فوق. بعد كده دخلنا على حاجه اسمها ادفانسد، عرفنا منها ايه بقى؟ عرفنا منها ازاي اغير الارقام من بنزل لتحت. في حاجه اسمها النمرال، الارقام، بدوس على السهم الصغير كذا حاجه، عربي هندي كونتكست. عربي اللي هو يكتب لي الارقام 1 2 اللي هي 1 2 3 4 5 وهكذا. اما هندي اللي هو باللغه العربيه 1 2 3 4 5 وهكذا. كونتكست، انا لو عايز مثلا، انا دلوقتي مثلا بكتب ادي كونتكست، دوست اوكي، الملف نفسه بكتبه باللغه العربيه، بكتب مثلا كلام بالعربي وعايز اكتب الارقام، ادي واحد، الارقام نفسها تظهر لي بالعربي. عايز اكتب باللغه الانجليزيه، ولما اجي اكتب الارقام هتلاقي الارقام تلقائي ظهرت لي بالعربي. فالكونتكست لا، بيخلي الارقام نفسها على حسب لغه الكتاب اللي عندي، على حسب لغة الكتابة اللي عندي. بعد كده في حاجة اسمها كويك اكسس بار، شريط الوصول السريع، اللي هو الشريط اللي من فوق ده، الشريط اللي من فوق ده. بحدد على الحاجة اللي عايز اعمل لها كويك اكسس بار. اول نلغي مثلا القط، نلغي ماشي. فبحدد على الحاجة اللي عايز احطها في شريط الوصول السريع من فوق، وادوس عليها اد، وهتضاف لي هنا. عايز اعمل لها ازاله وادوس ريموف، فتشال الثاني، هضيف كوبي وهضيف كت مثلا، فكده بدوس اوكي فظهر لي عندي فوق. او من هنا مثلا السهم اللي متعلم عليه صح معناه ان هو موجود فوق، عايز الغيه وادوس على ريموف فروم كويك اكسس بار، بشيل عند الصح فكده اتشال من هنا. ده كده سريعا اللي خدناه المره اللي فاتت تمام، وعرفنا الفرق ما بين حاجه اسمها الاي سي 3 والاي سي دي ال والام او اس، وعرفنا الفرق ما بين الفايل والفولدر، او ممكن اكون ما قلتهوش سريعا كده. هو الكود بتاعي يعني بيكون كاتب لك ايه بالظبط؟ عن طريق اللي هو اوبشن، بختار سيف، عندي حاجه اسمها سيف اوتو ريكفر، اللي هو انفورميشن افري، يعني عايز مده الحفظ التلقائي بحددها من هنا، مده الحفظ التلقائي. يعني انت عايز مثلا، انا طول ما انا شغال بكتب عايز كل 10 دقائق يحفظ لي الملف حفظ تلقائي، او مثلا زود 11 12 ايا كان عدد الدقائق اللي انت عايزها، كل دقيقه مثلا. بعد كده في حاجه اسمها الاوتو ريكفر فايل لوكيشن والديفولت فايل لوكيشن. هنا الاوتو ريكفر فايل لوكيشن موقع الحفظ الافتراضي اللي انا حددت له مده فوق، موقع الحفظ الافتراضي. انا عايز مثلا لما اجي اعمل حفظ تلقائي كل 5 دقائق مثلا احفظه لي فين؟ فبدوس على اللي هو الاوتو ريكفر فايل لوكيشن، بدوس براوس،
بختار المكان اللي انا عايز احفظ فيه. اما الديفولت لوكال فايل لوكيشن موقع الحفظ، حفظ الملف الاصلي. الملف الاصلي عايز احفظه، بحفظه فين؟ فبحدد من الديفولت فايل لوكيشن، بدوس على براوز، بختار موقع الحفظ الملف اللي عندي. طب الصوت كده تمام؟ الصوت كده تمام؟ الصوت تمام؟ صوت تمام يا باشمهندس. تمام. طيب هو كده كل اللي خدناه المرة اللي فاتت، في حد عنده أي استفسار بخصوص المحاضرة اللي فاتت؟ في حد عنده استفسار بخصوص المحاضرة اللي فاتت؟ الناس تفتح ملف وورد معايا، هناخد قائمة هوم. تمام. أنا عايز دلوقتي أجيب قطعة تلقائية داخل الملف، تمام، ملف الوورد، وأشتغل عليها. بدوس على حاجة اسمها equal rand يساوي rand، أفتح القوس وأقفل القوس، بدوس إنتر، ظهرت لي. أستاذ سلامة اتفضل. تمام، هذا رجعنا، بندوس ايكوال اللي هو يساوي. لو سمحت، لو اتفضل سمحت، وبس اتفضل. حتة إن إحنا بنضيف قوائم تاني، معلش عشان تمام حاضر. قوائم مثل تمام، بدوس ايكوال. بعد كده بكتب كلمة اسمها راند equal ran r a m d. بعد كده افتح القوس من شيفت 9، افتح القوس من شيفت 9، واقفل القوس من شيفت 0. اهي ده اللي بعمله. تمام، بعد كده الناس كلها شافتها. بعد كده بدوس انتر. تمام، انا هصغر ده. بعد كده بدوس انتر، فظهر لي كلام. القطعة التلقائية بتكون محفوظة أصلا داخل الملف نفسه، ملف الوورد، ملف نفسه بيكون داخل قطع كتير، الملف نفسه الإصدارات بتاعة الملف لما بيجوا بيشتغلوا على الملف، إن هو مثلا يعملوا نسخة جديدة أو الكلام ده، القطعة دي بتكون داخلة جاهزة على ملف الوورد نفسه، بتكون موجودة داخل الملف، مش أنت اللي بتحفظها. تمام؟ فهي قطعة جاهزة داخل البرنامج. تمام؟ فأنا بالظبط كده كده، يعني قطعة عشوائية، مثلا لو حد بيشرح بنطبق عليها الأوامر اللي عندنا.
تمام؟ فدي اسمها قطعة كده، اسمها قطعة. دي اسمها قطعة ثالثة اهي كده، قطعة رابعة كده، قطعة خمسة. دول 5 قطع عندي لحد هنا مثلا كده. جملة، شايفين علامة الستوب دي؟ كده جملة، دي جملة تانية، بعد كده هنا جملة تالتة، وهكذا. حلو كده. أنا حذفت ده، قلت يساوي rent، أفتح القوس 4 مثلا، نكمل. تمام، فانا دست هنا 4، عملت نفس القوس بس بدل ما خليته فاضي خليت فيه رقم 4 ورقم 6، ايا كان الرقم اللي انا عايزه. اول رقم ده عندي، ده عدد القطع اللي عندي. اول رقم ده عدد القطع الموجوده عندي. الستة دي الرقم الثاني، ده عدد الجمل الموجوده عندي. والاربعه عدد القطع، والسته عدد الجمل اللي عندي. دوست انتر. لا، هو في استخدام البرنامج انا مش بستعمله خالص، ما لهوش فايدة. هو الفكرة نفسها، عشان الشباب اللي عنده مشكلة يفتح المايك ويقولها يعني، او يبعت لنا رسالة. ايه
هو بالنسبة للصوت الصوفرة equal and تتكلم ايه فايدة ايكوال راند قوسين؟ شباب هي ملهاش فايدة، أنا بس يعني أنا بعملها علشان خاطر أشرح عليها، عشان خاطر أشرح عليها والأشكال الحاجات اللي بعد كده، أنا بعملها عشان أشرح عليها، لكن هي ملهاش فايدة، بس لو لاحظنا تمام؟ الناس لو تلاحظ ان هو شارح في قطعه الجهاز دي شارح فيها برنامج وورد نفسه، يعني بص شارح لكم، يعني انا لو عايز اعمل دوكمنت مثلا بعمله ازاي؟ ان هو في حاجه اسمها هيدر وفوتر وكفر بيج والبوك والسمزات اللي عندي والستايل القراءه والكلام ده، فهو بيكون جايب لي قطعه يعني مهمه للبرنامج نفسه، لو في حاجه يعني مثلا قائمه انسيرت فيها حاجه فوتر والبيج نمبر، فكل ما ازود قطع اكتر كل ما تلاقيه شارح لي حاجات اكتر. مش فايدة أكتر للناس، أنا عملتها عشان خاطر بس أشرح عليها مش أكتر من كده، مجرد إن أنا هشرح عليها. شكرا. أول حاجة تنقسم لكذا حاجة، اللي حابب يسأل حد عنده سؤال؟ تمام. قائمة هوم عندي تنقسم لكذا تابع، زي ما قلنا ده اسمه شريط القوائم، واللي تحت ده شريط الأدوات. هناخد قائمة هوم، هناخد منها، هناخد كل التابات اللي من تحت. عندنا حاجة اسمها كليب بورد وفونت باراجراف وستايلز والايديتنج. كليب بورد دي حاجات هي يعني مش بستعملها كتير، اللي هي الكوبي والكت والبيست وفورمات بينتر. الكوبي اللي هو لو عايز اعمل نسخ اختصار الخساره بتاعتها كنترول سي، الكت لو عايز اعمل قص الخساره بتاعتها كنترول اكس، البيست لو عايز اعمل لصق للحاجه الخساره بتاعتها كنترول في. اما بالنسبه للفورمات بينتر هقول لكم احنا بنستعملها في ايه. معناها بالعربي نسخ التنسيق، نسخ التنسيق. يا شباب بالنسبه للراند لازم تعمل كلمه يساوي، لازم تكتب يساوي، لو كتبتها من غير يساوي مش هتشتغل معاك. لازم يساوي راند و4 مثلا و6، لازم تعمل يساوي. جربها كده عندك، اعمل يساوي راند 4 و6 شوف هتشتغل ولا لا معاك. انا عندي القطعه دي تمام، انا حددت القطعه دي عملت لها مثلا غيرت لها لون، ومثلا عملت خليتها مايله، بس لازم اكون محدد مايله. حطيت خط تحت الكلام، حطيت جيت من هنا مثلا غيرت الشكل نفسه حلو. فكده انا لعبت في التنسيقات بتاعتي، فانا عايز انسخ التنسيق ده زي ما هو على القطعه الثانيه من غير ما ارجع اعمل كل الاوامر اللي عملتها تاني. فبحدد القطعه المعمول عليها تنسيق وادوس على حاجه اسمها فورمات بينتر اللي هو نسخ التنسيق، الاختصار بتاعتها كنترول شيفت سي او كنترول شيفت في، نسخ التنسيق.
بعد كده لو شايفين هنا ظهر لي اللي هو علامة الفرشة، في فرشة صغيرة باينة من تحت، الفرشة اهي فرشة، الناس شايفاها علامة الفرشة. فباجي اعمل تحديد للقطعة التانية، فكده انا سهل كل التنسيق اللي عندي فوق. باجي احدد مثلا القطعة دي، اعمل فورمات بنتر، نكمل. قلنا مثلا ادي حددت القطعة اللي عندي دي، عايز اعمل التنسيق ده بكل حاجة انا عملتها فيه، فورمات بنتر ظهر اهو، واسيب كده الموقع، فكده راح عمل لي نسخ للتنسيق اللي عندي. ده بالنسبة لكليب بورد. في حاجة مش مفهومة في كليب بورد، تمام. هندخل بعد كده على حاجة الفونت اللي هو الخط، شكل الخط، شكل او نوع الخط اللي عندي. فبحدد القطعة اللي انا عايزها خالص، ظهر لي اللي هو شكل الخط، اشكال كثيره للخطوط اهي. ابجد هاوس، ابجد هاوس، ابجد هاوس اهو، يعني مثلا في النص مكبر عشان الناس تشوف اهو، شايفين ابجد هاوس اهو اهو. لكن لو جيت على الكلام اللي هو بالانجليزي ده هتلاقيه مش بيغير، يعني اهو شايفين واخدين بالكم ما بغيرش، كان ابجد هاوس اهو بيغير اهو، غير لي شكل الخط. هنزل لتحت اهو ابجد هاوس اهو، يبقى ابجد هاوس اللي هو خاص بالخطوط العربيه. اما الخطوط الانجليزيه اللغه الانجليزيه من هنا كل حاجه ما عدا الابجد هاوس اهو، واخدين بالكم اهو بتغير، بيتغير اهو. اسال نور الدين، وهل بس ان انا لازم ان انا اكتفي بشويه الفونت يعني الخط اللي عندي يعني يعني هل اقدر مثلا احمل زياده مثلا، هل اقدر مثلا احمل خطوط زياده ولا لازم ان انا ما يبقاش اقدر احمل خطوط زياده؟ طب اقدر احمل خطوط زياده على بدخل على جوجل، تمام، بكتب مثلا تحميل خطوط، شكرا. ظهر لي كذا حاجه، تحميل خطوط فقط، احمل خطوط زياده على الخطوط اللي عندي.
بس على ما اعتقد ان الخطوط اللي عندي دي كافيه، الخطوط اللي عندي بتكون كافيه. بعد كده في حاجه اسمها الفونت سايز، الفونت سايز اختصارها كنترول شيفت بي اللي هو تشينج ذا سايز اوف يور تكست، بيغير حجم النص او اللي عندك اهو. هذا 16 25 28 الحجم بيتغير من الرقم ده. فرضا انا محتاج رقم بس الرقم ده مش موجود عندي، بضغط ضغطتين على الرقم نفسه وبكتب مثلا انا عايزه 13 ونص، بكتب الرقم يدوي ودوس انتر اهو عمل لي 13 ونص. تمام. عايز برضو نفس الكلام اكبر واصغر، هو بالنسبة للمراسلات الرسمية بالنسبة للإنجليزي دايما بنستعمل الخط تايم نيو ريمون، تايم نيو ريمون ده باللغة الإنجليزية. أما بالعربي هو لغة البرنامج نفسه، يعني أنا لغة الكتابة بتاعت البرنامج نفسه ما غيرتهاش. فتح المايك اللي فاتح المايك. تمام. بالنسبة للحجم المناسب بيكون من 12 لحد 16. الحجم المناسب من 12 افضل خط بالنسبه للعربي. تمام. زي ما احنا قلنا بالنسبه لو حد بيكتب حاجه بالانجليزي المناسب اللي هو تايم نيو ريمون، اما بالعربي اللي هو نوع الخط الاساسي بتاع البرنامج نفسه. بالنسبه للحجم، الحجم بيكون من 12 ل 16، يعني معناها الكلام اللي من تحت ديه بيكون مثلا يا 12 يا 14، اما العناوين نفسها بتكون يا 16 يا 18، يا 16 يا 18. احنا جينا هنا مثلا ده نوع خط مناسب برضو 200. تمام. ام اهو اخبار ام تي. يا اما ده برضو اللي هو حاجه اسمه كاليبري، كاليبري لايت ده مناسب برضو. اما الحاجات اللي فيها تشكيلات والحاجات دي نبعد عنها، يعني في المراسلات الرسميه ده مناسب برضو دبي ميديم، ده مناسب لحد ما دبي لايت، وده نفس القصه دبي الخطوط الخاصه بدبي. تمام. زي ما قلنا نوع الخط المناسب للمراسلات، قلنا احنا العربي ايه بالظبط، وقلنا بالنسبه للانجليزي اللي هو التايم نيو ريمون، تايم نيو ريمون. تمام. في ناس بتستعمل اللي هو الخط الثاني ده اريال او الكابيلري، بس الانسب هو ده اكتر ثلاث خطوط بنستعملها في الانجليزي، بس الانسب اللي هو التايم نيو ريمون، تايم نيو ريمون. وزي ما قلنا هنا الفونت سايز حجم الخط، بغير من هنا الحجم زي ما انا عايز، يا اما اكتبه كتابه يدوي بايدي طريق بضغط ضغطتين عليه وبكتب. بعد كده ملاحظين ان في علامه الاي هنا فوقيها السهم طالع لفوق وجنبها اي والسهم لتحت. انكريز فونت سايز، ديكريز فونت سايز. يعني ايه انكريز؟ يعني بكبر حجم الخط زي ما انا عايز اهو، اهو بكبر من الاي دي. الاي اللي جنبها بعمل تصغير لحجم الخط.
اهو تمام كده. بعد كده في حاجه اسمها تشينج كيس، تغيير الحاله، اللي هو ايه كابتر جنبها ايه سمول. ف بص على السهم الصغير من الجنب، ظهر لي السنتنس كيس، السنتنس كيس اللي هو الحاله العاديه، اللوير كيس. اللوير كيس معناها ان يخلي لي كل ده بس خاص باللغه الانجليزيه فقط مش بالعربي، خاص بالكلام اللي هو بالانجليزي. اللوير كيس معناها ان يخلي لي كل الكلام سمول، كل الحروف سمول. بعد كده الابر كيس بيخلي لي كل الحروف كابيتال، كل الحروف كابيتال. بعد كده في حاجه اسمها كابيتالايز ايتش وورد، معناها ان اول حرف من كل كلمه بيخليه لي كابيتال، او اول حرف من كل كلمه كابيتال، اول حرف من كل كلمه كابيتال. واخدين بالكم؟ نرجع تاني، اخترق الحاجه اسمها توجل كيس، معناها ان اول حرف من كل كلمة سمول والباقي كله كابيتال. اهو واخدين بالكم؟ عملت كله بدايته كله سمول باقي كله كابيتال، ده مش صحيح. فظهر لي خطوط حمراء من تحت، الخطوط الحمراء دي معناها ان الكلمة غلط، فبضغط على الكلمة نفسها كليك يمين، بدوس على حاجة اسمها بيديني اختيارات هنا، الكلمة الصحيحة فين؟ اهو اهي، جيت هنا كليك يمين فبيديني اختيارات، انت قصدك تكتب مثلا الكلمة دي، هنا بيديني خيارات، انا انت قصدك تكتب الكلمة دي. يا اما لو انا عايزها كده بدوس على حاجه اسمها اد تو ديكشنري، اضافه الى القاموس. يعني ايه اضافه الى القاموس؟ يعني بيضيفها لي لبرنامج الوورد، يعني بحيث ان انا لو كتبتها كده تاني بنفس الشكل البرنامج يتعرف عليها وما يعمليش عليها او تحتها خط احمر. لكن لو عايز اعمل تجاهل اللي انا بعمله ده بدوس اجنور تجاهل، فبتجاهل لي الخط الاحمر اللي انا عامله. بعد كده يعني فرضا مثلا انا رحت عملت اشكال وغيرت عملت الحجم عملت اللون، عايز امسح كل التنسيقات اللي انا عملتها، بمسحها من الايريزر اللي هو الكلير اول فورماتنج، يعني ازاله كل التنسيقات. دوست عليها قادر رجع لي اللي انا عملته ده للحجم الاصلي بتاعه. ايه هو الحجم الاصلي؟ اللي هو انا مثلا من ساعه ما كتبت بقيت اكتب كتابه رجع لي الحجم الاساسي بتاعه بدون اي تنسيقات انا عاملها عليه من الاريزر اللي هو الكلير اول فورماتنج. بعد كده ناس حاسه ان الخط مناسب بس انا عايز اعمل تضخيم للخط، بدوس على حرف بي، شايفين الخط ظهر اكتر، فانا كده عملت له تضخيم، عملت للخط اللي عندي تضخيم. عايز اعمل له اماله من حرف الاي المايله، كنترول اي، فهذه الناس تلاحظ ان الخط حصل له اماله اهو، الخط حصل له اماله. عايز احط خط تحت الكلمه من اليو اللي هو الاندرلاين، الخط ده مش عاجبني، عايز مثلا اعمل نوع خط شكل خط تاني، دوس على السهم الصغير اللي من جنب بختار اللي انا الخط اللي انا عايزه، وكمان تحت underline color اللي هو لون الخط، انا اخترت الخط وعايز لونه مثلا احمر، اهو الخط لونه احمر. بعد كده في حاجه اسمها ABC، ABC و
في النص في خط، معناها ان الكلمات كلها حط لي خط في نص الكلمه، حط لي خط في نص الكلمه. بعد كده في حاجه اسمها الايه، اللي هو التكست افكت، تاثيرات النص اللي عندي. ادي النص مثلا عايز اخليه ادي اللون ده، لا والله اللون مش عاجبني عايز اخليه اللون ده، ارجعه تاني اخليه اللون ده. بعد كده الاوت لاين، ايه هو الاوت لاين؟ الاوت لاين انتوا شايفين بيظهر لي اللي هو ايه الشكل، في الوان تاني ظهرت عندي اهو، الوان تاني كلها الوان. النو اوت لاين معناه ان انا عايز اشيل اللون خالص، مش عايز لون. بعد كده في حاجه اسمها المور اوت لاين كلر، لو عايز الوان اكتر. قلنا من هنا اهو اختار اللون انا عايزه، من الكاستم بختار اللون انا عايزه، وقفت على الكاستم ودوست اوكي، ادي غير لي اللون اوت لاين المور. لا جيت انا مش انا عايز والله، في لون هنا عاجبني اختار اللون ده، دوست اوكي ادي غير اللون اللي عندي. ده بالنسبه للاوت لاين. والحجم اهو، ده حجم، واخدين بالكم حجم الاوت لاين ازاي اهو. بعد كده في حاجه اسمها شادو، اللي هو تظليل، معناها يعمل لي ظل تحت الكلمات. ادي لو انا قعدت اغير اهو، واخدين بالكم من الظل اللي من تحت ده اهو، يعمل لي ظل اهو، واخدين بالكم بيعمل لي تظليل تحت الكلمات. بعد كده ريفليكشن، ريفليكشن اللي هو المراية، شايفين بيعكس الكلام اللي عندي كأنه معمول مراية ليه. بعد كده الجلو، واخدين بالكم الجلو بيعمل ايه؟ هو عايز اعمل تظليل خفيف حوالين الكلام اللي عندي اهو، من جلو هذا عملت تظليل خفيف. مش حاجة مهمة تاني، دي خاصة بالأرقام. يعني مثلا عندي 1 2 حددت نمبر ستايلز، هو شكل ارقام، واخد بالك من شكل الرقم اتغير ازاي اهو. ايه مش مهم عندنا ولا سيكس، دي اللي هو التكست افكت، اللي هو تأثيرات النصوص. بعد كده أنا مثلا الكلام ده كله أنا مش عايز الشكل ده خالص، عايز أعمل زي إضاءة زي كده أهو حوالين الكلمات كلها، واخدين بالكم أهو أهو، هذه الوان اللي هو التكست هايلايت، اللي هي ايه تسليط الضوء على النص اللي عندي اهو، واغير زي ما انا عايز اللون اللي انا عايزه. بعد كده في حاجه اسمها الفونت كلر، اللي هو لون الخط، لون الخط
اهو من هنا اللون نفسه بتاع الخط اللي من جوه. عايز الغيه ادوس نو كلر اللون نفسه. اه عايزه والله عادي لون الخط تمام. قلنا برضو لو عايزين مور كلر من هنا كاستم او ستاندرد. عايز حاجه اسمها تدريج، اللون نفسه بيكون معمول له تدريج اللي هو جريديانت. واخدين بالكم من التدريجات اللونيه اهو. انا مثلا حددت اللون ده واخترت لون ازرق، باجي على حاجه اسمها جريديانت تدريج وبختار التدريج اللي انا شايفه مناسب. حد هنا تمام. ناس عندها اي سؤال هنا؟ حد هنا؟ اكمل. تمام. الناس تكتب معايا مثلا معادلة زي الاكس 2 زائد الواي 2 ايا كان، مثلا هتساوي 10. هذه معادلة زي كده كبرها خليها مثلا اللون بتاعها اسود. هي هل شكل المعادلة كده صح ولا غلط؟ شكلها غلط طبعا. فانا عايز رقم الاثنين ده اخليه من فوق اللي هو اكس تربيع زائد واي تربيع هتساوي 10. شايفين فوق خالص في حاجه اسمها السب سكريبت وحاجه اسمها السوبر سكريبت. السب سكريبت اللي هو يخليه الاثنين من تحت، والسوبر سكريبت يخليه الاثنين من فوق. الناس تجرب اهو، تيجي تحدد الرقم نفسه ودوس على اللي هو اكس اللي هو السوبر سكريبت من فوق كده اتعملت المعادلة. الناس تحدد على الرقم بس، ما تحددش على المعادلة كلها. هنا عملنا حاجة تانية زي معادلة اللي هي المية، مثلا H2O زائد NH4 ايا كان هتساوي ايه. فعايز اخلي الرقم ده من تحت زي ما هو وادوس على السبسكريبت بيجي من تحت نفس الرقم. فده السوبر سكريبت اللي هو الأس من فوق والسبسكريبت الأس من تحت. في حاجة مش مفهومة في قائمة كليب بورد أو فونت، حتى هنا تمام مفهومة. أنا كتبت المعادلة عندي تمام. بعد ما كتبت المعادلة في حاجة عندي فوق خالص اكس تحتيها 2 واكس فوقيها 2 اللي هو السب سكريبت والسوبر سكريبت. فبروح احدد على الرقم اللي عندي وادوس على الاكس اللي تحتيها 2 اهو او الاكس فوقيها 2. باجي هنا برضو احدد على الرقم وادوس على الاكس اللي فوقيها 2 اللي هو السوبر سكريبت، فالاثنين بقت من فوق. حاجة مثلا زي المية، عايز اخلي الاثنين من تحت، فهو بختار اللي هو السب سكريبت، بحدد الرقم نفسه وادوس على الاكس تحتيها 2. فهمت؟ ايوه. بعد كده قائمه باراجراف، من اسمها باراجراف اللي هي خاصه بالقطعه، خاصة بكل التنسيقات القطع اللي عندي.
اول حاجه خاص عندنا حاجه اسمها البلت اللي هي فصله. واخدين بالكم يعني مثلا قبل الكلام نفسه انا جيت كتبت مثلا محمد محمود عبد الله ايا كان الاسماء اللي كتبتها ورحت جيت حددت الاسماء دي عايز اعمل لها بلد بختار الشكل اللي انا عايزه اهو بس واخده بالها ونعرف ليه جايه ناحيه الشمال اهي 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 اهي. بعد كده في حاجه اسمها النمبرنج اللي هو الارقام لو عايز اخليها ارقام ا ب ت او 1 2 3 ادي 1 2 3 اهو بعد كده في حاجه اسمها المالتي ليفل دي بعملها على حاجه اسمها الهيدنج دي لو عندي مثلا واخدين بالكم من الاشكال اهي الهيدنج لما نيجي نعمل فهرس هنعرف ازاي نعملها هنستعملها في الفهرس. انا مثلا عندي الكلام ده في النص دي اللي هو المحاذاه الاين ليفت الاين رايت الاين اللي هو في السنتر انا عايز الكلام ده مثلا اخليه احدده كده عايز اخليه ناحيه اليسار اهو خليه ناحيه اليمين من الاين رايت خليه في النص من السنتر. بعد كده انا كتبت كلام عندي اهو كلام زي ده لو واخدين بالكم اللي هو الطرف اللي هو ناحيه اليسار الطرف مساوي لبعض اما الطرف ناحيه اليمين مش مساوي الطرف اللي هي الطرف النهائي مش متساوي فعايز اسويه بسويه ازاي؟ بنجي من حاجه هنا اسمها جاستيفاي بدوس على جاستيفاي تعمل لي تساوي ما بين الحدود الابتدائيه والنهائيه واخدين بالكم اهو حدد القطعه اعمل جاستيفاي حددها تاني جاستيفاي لو اما لما يقول لك بعد كده جاست فايل اور شايفين المسافات اللي ما بين كل كلمه والثانيه المسافات اهي المسافات دي المسافات ما بين كل كلمه والثانيه اسمها جاست فايل اور عايز اكبر المسافات دي شويه من جاست فاي ميديوم اهو متوسط شويه المسافات كبرت شويه اهو حددها ثاني جاست فاي هاي كبرت خالص اللي هو قلنا جاستيفاي حلو ما بين كل سطر والتاني عايز اعمل مسافات بحدد من حاجه هنا اسمها اللاين اند باراجراف سبيسنج بحدد المسافات المسافات المناسبه بتكون 1.5 او بالكتير يعني مثلا 2 ده لو زادت حدد المسافات اللي انا عايزها اهي اهي واخدين بالكم انا هختار 1.5 اهو من هنا بعد كده لو عايز مثلا هنا اضيف في حاجه اسمها اللاين سبيسنج اوبشن اعدادات اللاين سبيسنج اهو دخلنا عليها في حاجه هنا اسمها اندنتيشن اللي هو البدايه جايين لك هنا بيفور تكست افتر تكست معناه ان انت عايز تخلي مثلا قبل النص اللي عندك مثلا مسافه واخدين بالكم في البريفيو اللي تحت اهو شايفين انا خليت مسافه اهو هنا قلنا من هنا لاين نرجعها تاني زي ما هي عادي
عايز اخليها بعد اهي، واخدين بالكم اهو نجد بعد في مسافات. بالنسبة للسبيسنج المسافات، عايز مثلا قبل النص، قبل النص بس من فوق، قبل النص من فوق ما بين كل نص والتاني، يعني مثلا ده اهو في نصين، ادي النص ده عايز مثلا، ادي النص التاني ده عايز اخلي فيه مسافة ما بينه وبين النص اللي فوق، اهو واخدين بالكم ادي فيه مسافة. من لاين سبيسنج اوبشن عايز اخلي مسافه افتر تكست بعد اللي هو افتر هنا بعد النص اهو، يبقى في مسافات بعد النص ده، يعني يا اما بيكون بعد النص اللي انا حددته ده عايز اخلي فيه مسافه ما بينه وبين القطعه اللي بعدها، يا اما مثلا اجي على النص ده واخلي فيه مسافه ما بينه وبين النص اللي قبله من اللاين سبيسنج اوبشن. دي برضو اللي هي برضو اللي هو السبيسنج، يعني هي الاوامر هنا مش مفعله، بس هي في حاجه اسمها ديكريز اندنت وانكريز اندنت. من هنا ندوس لاين سبيسنج، بختار اللي هو الاندنت اللي هو ده فوق بيفور تكست وافتر تكست، ده اللي يقصد بيه هنا ديكريز، والمسافه اللي تكون قبل النص. المحاضرات بتكون مسجله. الناس واخده بالها انا لما كنت مثلا ادي نص عندي حلو كده، فالنص نفسه كنت بحط له مثلا الوان من هنا اهو، واخدين بالكم بعمل له من الاي بي دي اسمه كولر، تمام. جيت حددت تاني عندي، جيت من هنا اللون اللي هو من اللي هو الشادو، تظليل على النص كله اهو، بيعمل لي تظليل على النص كله، مش على الكلام بس اللي محدده، على النص كله. مول كرر زي ما اتفقنا، زي ما عرفنا المول كرر ازاي وغير اللون اللي انا عايزه اهو، اهو خالص. في حاجه هنا اسمها الليفت تو رايت والرايت تو ليفت، انا لو مثلا بكتب بالانجليزي بخليه اللي هو الليفت تو رايت تكست دايركشن، اللي هو اتجاه النص نفسه بيكون ازاي من اليسار لليمين. كتبت حاجه مثلا باللغه العربيه دبلومه مايكروسوفت اوفيس، اخليها من الرايت تو ليفت، من اليمين لليسار اهو، ده اتجاه النص اللي عندي، اتجاه النص. ال A to Z اللي هو الترتيب، لو انا مثلا عندي كتبت واحد مثلا محمد، اثنين احمد، ثلاثة منى، انا الكلام ده عايز اعمل له ترتيب من اللي هو ال A Z، يا اما تنازلي يا اما تصاعدي. هنا ترتيب تصاعدي
او ترتيب اللي هو الاحرف من اي حد مثلا يرتب لي ترتيب ابجدي، ترتيب صحيح ابجدي من هنا، اما عايز العكس من اخر حاجه لاول حاجه هو بيرتبها لي. هو لما بيجي مثلا بيرتب لي بيلاقي فيه حرفين زي بعض بيبص على الحرف الثاني، الحرف الثاني لو زي بعض بيبص على الحرف الثالث. واخدين بالكم؟ ده بالنسبة للترتيب. والملفات الخاصة بمحاضرة اليوم هبعتها لكم إن شاء الله على الجروب بعد السيشن. بس نكمل. هنا في حاجة اسمها البورتال، الحدود. محاضرة تتبعت للناس يا اخوانا، هتتبعت ان شاء الله يعني بعد ما تعمل لها مونتاج. المحاضرة هتنزل على قناة اليوتيوب، والبوست المثبت اللي على جروب الفيس عليه كل حاجة. تمام، هنكمل. هذه مثلا انا جيت حددت السطر الاخير او حددت القطعة كلها، عايز اعمل لا عايز اعمل حاجه اسمها البوتوم. بس انا هنا محدد او تحدد، ادي حددت القطعه دي، عايز اعمل خط بس من تحت. افتح السهم ادوس بوتوم اهو ظهر لي الخط من تحت. تمام، عايز اخلي الخط من فوق اهو التوب، عايز من ناحيه اليسار اهو، من ناحيه اليمين اهو. لو مش عايز اخلي فيه حدود خالص، لو عايز اخليك اول بوردر، يعني ادي النص حطيته داخل صندوق اهو، يعني كده اوتسايد بوردر، حدود خارجيه. كده في حاجه اسمها انسايد، انسايد هوريزونتال سايد فيرتيكال، ده انا بقى زي ما انا عايز. الدرو لو عايز ارسم انا التيبل مثلا، ادي اهو ادي رسمت تيبل. ودي بعمل بيها الحدود نفسها. بالنسبة للترتيب، ادي جيت مثلا ادي عندي دوست على حاجة فوق اسمها الـ A to Z اللي هو السورت ترتيب، ظهرت عندي حاجة اسمها ترتيب اللي هو التنازلي اللي هو سكندنج وديسكندنج اللي هو تنازلي وتصاعدي، تنازلي وتصاعدي. فرط تنازلي ادي غير لي، عمل لي في ترتيب مثلا من A to من ليل من A للZ، من A للZ. عايز اعكس من الZ للA من هنا، من هذا عندي نص صار بوردر بوكس. تمام، بوردر اللي هو الحدود كلها، حجم الخط نفسه عايز اغيره اهو من هنا، انزل لتحت بغير حجم الخط. الكلر اللي هو لون الخط نفسه ادي ازرق مثلا، حجم الخط من هنا من الويتس اهو. الغياب اخر المحاضرة، الغياب اخر المحاضرة، باجي من هنا تاني اللي هو border and shadow. عايز اطبق مثلا اللي انا عملته ده على الباراجراف اللي هو كل اللي عندي اهو، لو في اختيارات تانية تظهر لي. عايز اعمل مثلا كشادو كتظليل اهو، واخدين بالكم اهو، حصل له تظليل. عايز اعمله كشكل 3D اهو، حدده تاني من البوردر اند شادو.
بغير زي ما انا عايز اهو، تمام. البيج بوردر والشاتون، التظليل مثلا عايزه احمر ستايل، يعمل لي تظليل على الكلام نفسه زي ما احنا قلنا نعملها ازاي. من هنا من الشادون بختار اللون اللي انا عايزه اهو. في طريقة تانية ان انا بحدد النص، باجي من البوردر اند شادون بختار الشادنج، حدد من هنا الفل اللي انا عايزه ودرجة الفل، الدرجة بتاعته اهو الدرجة، دوست اوكي فهو تحدد لي هو عايزه. هناخد بعد كده في قائمة انسيرت اللي هو الحدود الخارجية، هنعرف يعني ازاي بنعملها. تمام، هنا لما بدوس على البوردر اند شادون في حاجة اسمها البيج بوردر. البيج بوردر حدود الملف نفسه، الحدود بتاعت الملف مش النص، حدود الملف. ادي بوكس، واخدين بالكم اهي الاطار الخارجي بتاع الملف، الاطار الخارجي، الاطار الخارجي برضو زي ما انا عايزه. لو عايز اعمل له شادو او 3 دي اهو، شادو مثلا اهو شكل الشادو، ده كل اللي خاص بيه. ده من هنا لو عايز اعمل مثلا انا الشادو اخليه كلر، اخليه ابيض، حلو كده. هنا بقى المربعات الصغيره دي اللي هي دي التوب، وهنا البوتوم، وهنا الليفت، ودي الرايت، دي بيعمل بيها الحدود برضو. كده احنا خدنا الكليب بورد والفونت والباراجراف. في حاجة لحد هنا مش مفهومة؟ في حاجة لحد هنا مش مفهومة؟ احنا بس فضل لنا 10 دقايق مش أكتر ولا أقل. بس حد هنا في حاجة مش مفهومة؟ نكمل. يا ريت الناس تكون فاتحه ملف الوورد وشغاله معايا، لان برضه هيطلب تاسك على اللي احنا الحاجات اللي خدناها النهارده. بدخل على البوردر، بعد كده بختار البوردر اند شادو، بعد كده بختار البيج بوردر اللي هي الحدود الخارجية، وبختار مثلا لو عايز اعمل له بوكس من هنا اهو، ده البوكس اللي هو الحدود العادية. عايز اعمل له شادو من هنا مثلا، اختار الشادو اللي انا عايزه، بس الشادو انا عملته البوردر، انا عايز البيج بوردر الشادو اهو، اخترت الشادو اللي انا عايزه اهو. وصلت. متى ناس فهمت؟ هي معناها اللي هو ايه، بيظهر لك نهاية كل فقرة. يعني انا خلصت الفقرة دي فهو معلم لك هنا علامة، معنى العلامة دي ان هي خلصت الفقرة كده انتهت، دخل على الفقرة اللي بعدها اهو ظهرت العلامة دي. فبيقول لك ان انت اهي نهايتك هنا، نهاية كل فقرة عندك هتكون هنا اهو، الفقرة التالتة، واخدين بالكم الفقرة الرابعة، وادي الفقرة الخامسة. مع نهاية كل فقرة بيعمل لي الشكل ده. Thank you.
بنشيلها ازاي؟ بندوس عليها تاني، هي دربت مظللة، فبدوس عليها تاني هتتشال كلها. متى انا حددت الكلام ده؟ عايز اعمل له ستايل، اغير من هنا الستايل، شكل الكلام، الناس واخده بالها اهو، اشكالها بتتغير اهي. هذه مثلا ده عايز اغير شكله اهو، بغير شكل الكلام اللي هو الباراجراف نفسه في كذا ستايل، بقعد اغير زي ما انا عايز. ده بالنسبه للستايل. عندي ثلاث حاجات: find, replace, select. عايز ابحث على كلمه داخل مستند، ادوس على find، حلو كده، فظهر لي مربع بحث، بكتب الكلمه اللي انا بدور عليها. يعني مثلا عايز ابحث على كلمه اسمها الجاليريز، لو جيت على دورت هتلاقيه هو عمل لك تظليل على الكلمه اللي انت دورت عليها، تظليل باللون الاصفر على الكلمه اللي انت دورت عليها اهو، الناس واخده بالها؟ يبقى الفان بستفاد منها في ايه؟ ان انا ببحث على كلمه انا مش لاقيها او ايا كان، مثلا على اسم، على اي حاجه ابحث عنها من فايند، بكتب الحاجه اللي انا ببحث عنها. ببحث مثلا على اسم، على اسم محمد اهو، جاب لي كلمه محمد اللي عندي. عايز اعمل استبدال، في كلمه عندي في المستند عايز اعمل لها استبدال من ريبليس، بيقول لي فايند وات وريبليس ويز، يعني انت عايز تعمل استبدال لاي كلمه. كلمه محمد مثلا، انا وجدت لك كلمه محمد، عايز استبدلها واحط مكانها مثلا كلمه مصطفى، بكتب في المربع اللي هو ريبليس ويز، وبدوس ريبليس. لو عايز اغير مثلا كلمه واحده بس، الكلمه اللي انا حددتها او الكلمه اللي انا مش عارف، عايزه يعمل لي استبدال لكلمه محمد الموجوده عندي في الصفحه اللي انا فاتحها. لكن لو عايز اعمل استبدال لكل الكلمات الموجوده في المستند لكلمه محمد من replace all، بيقول لي all done we made one replace، احنا كده عملنا تغيير اهو، شال لي كلمه محمد وخلى مكانها كلمه مصطفى. شريط، الشريط اللي عندي شريط الادوات لو اختفى عندي من فوق خالص، في حاجه اسمها الريبون ديسبلاي اوبشن، بدوس عليها ظهرت لي قائمه. القائمه دي بيقول لك اوتو هايد ريبون، اللي هو اخفاء الشريط اللي فوق، بضغط عليها تاني بدوس الشو تايب، بيظهر لي اللي هو شريط القوائم. لو عايز اظهر الادوات من شو tabs and comments، بعد يظهر لي شريط القوائم وظهر لي شريط الادوات. عايز احذف صفحه هنعرفها من قائمه insert، يا اما باجي مثلا، هذه انا انشات صفحه فاضيه عايز احذفها، بدوس على باك سبيس، باك سبيس اهو، افضل داس على باك سبيس لحد ما ادخل على الصفحه اللي بعدها، كده الصفحه اتحذفت تلقائي لوحدها. هنعرف ازاي نحذفها من قائمه انسيرت. ايه طب اللي عيده تاني؟ حكيني يا بابا. تمام، هي 5 دقايق بس وهنخلص، 5 دقايق وهنخلص ان شاء الله، 5 دقايق وهنخلص. شريط القوائم والادوات اللي عندي، في حاجه فوق خالص جنب الاكس والمربع والماينس الصغير ده، في هنا حاجه اسمها الروبون ديسبلاي اوبشن، بدوس عليها فظهرت لي 3 اوامر.
الامر الاولاني اوتو هايد ريبون لو عايز اخفي شريط القوائم وشريط الادوات، لو عايز اظهر شريط القوائم بس من شو تابس، لو عايز اظهر الاثنين مع بعض من شو تابس اند كوماندز. انا بختار الثالثه وكده ظهر عندي. وفايند هنا لو ببحث على كلمه عندي داخل المستند من فايند، ريبليس لو انا عايز استبدل الكلمه نفسها، انا بكتب الكلمه والكلمه اللي عايز استبدلها بيها وادوس ريبليس اول. سيلكت اللي انا لو عايز احدد المستند بالكامل من سيلكت، بعد كده سيلكت اول. الباقي مش مهم عندي، انا عملت سيلكت اول. حلو كده، جيت انا حددت النص. وامل مش متفعله. سيلكت بين لو عايز اعمل جزء معين، بس انا دايما اللي بختارها سيلكت اول، بحدد المستند بالكامل. يا اما المستند بحدده بالكامل من كنترول A. كنترول A لو عايز احدد جزء معين كليك شمال واسحب كده انا بحدده. يا اما بضغط باجي في الاخر كده بضغط ضغطتين كليك شمال فكده عمل لي تحديد. تاني حذف الصفحة، عايز احذف صفحة انا ادي انشأت صفحة، دي صفحة فاضية عايز احذفها. قلنا عن طريق ايه؟ شايفين المؤشر؟ بدوس على باك سبيس في الكيبورد، باك سبيس، افضل دايس باك سبيس كده حذف لي الصفحة. تاني اهو انا عندي تحت لو نص لاحظ تحت خمس صفحات اهو، في خمسة عايز احذفها، احذف الصفحة اللي انا وقفت فيها، بدوس على باك سبيس اهو، باك سبيس، فكده بيجوا اربع صفحات. هنعرف ازاي برضو نحذفها من هنا. فكده احنا اخدنا التاب بتاع فايل والتاب بتاع هوم بالكامل. في حاجات اخيرة بالنسبة للمربعات الصغيرة اللي من الجنب دي ممكن افتحها، تظهر لي اوامر تانية. فتحت من اللي هو الفونت من تحت كنترول دي، بيظهر لي برضو نفس التنسيقات اللي عندي، يعني ادي فونت، ادي شكل الخط. عايزه مثلا بولد، حجم الخط من هنا، الفونت كولر اللون، الاندرلاين الخط تحت الكلمه، تمام. من هنا مثلا بلعب في الاعدادات اللي انا كنت اصلا بجيبها من فين، كنت بجيبها من لاين اند باراجراف سبيسنج، بختار لاين سبيس اوبشن وبيظهر لي اللي انا عايزه اهي. عايز استايلات تاني من هنا، ادي استايلات كل الستايلات اللي عندي. فده كل اللي اخدناه في قائمة هوم. فكده خدنا قائمة فايل وقائمة هوم. بإذن الله هبعت لكم تاسك المحاضرة النهاردة على جروب الواتس، تمام. التاسك فيه تطبيق لكل حاجة خدناها النهاردة في محاضرة اليوم، تطبيق كامل لتاب فايل، هتبقى أسئلة والناس تجاوب عليها كملف وورد، وهتبعت الملف تبعته لي برايفت، أو هنعمل استمارة الناس ترفع عليها الملفات بتاعتها، تمام. الناس ما تنساش مع كل تاسك، يعني اي التاسكات الجايه كلها تكون تطبيق على برنامج الوورد، الناس تكتب اسمها ثلاثي على الملف نفسه من بره.